اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره كواليس المونديال. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا عبد السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله ايضا. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا عبد السلام، كله كويس؟ كله ماشي الحمد لله. طيب كالعاده جوله في احداث اليوم النهارده، احداث يوم المباريات في كاس العالم واهم اخبار النهارده ايه اللي حصل. خلينا نطلع نشوف هذه او هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب خلينا ايضا نستعرض اهم نتائج مباريات اليوم النهارده. الحقيقه كان في اربع مباريات، المباريات اتلعبت الساعه 5 والساعه 9. اربع مباريات، هولندا بتفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء، ثم السنغال اللي تتصدر طبعا هذه المجموعه. هولندا بتفوز على قطر وتتصدر هذه المجموعه، اما السنغال بتفوز على الاكوادور بهدفين مقابل هدف وتصبح ثانيا في هذه المجموعه. المباراتين الأخيرتين كانتا في تمام الساعة 9. إيران بتهزم من أمريكا بهدف مقابل لا شيء، لتصعد أمريكا إلى الدور ال 16 كتاني لهذه المجموعة. ثم إنجلترا بتواصل تألقها وتفوز على ويلز بثلاث أهداف مقابل لا شيء وتصعد أول عن هذه المجموعة. دي أهم نتائج مباريات اليوم. خلينا نبدأ يا كريم بمباراة هولندا وقطر. هذه المباراة اللي انتهت بفوز هولندا على قطر بهدف مقابل لا شيء. يعني مباراة أنا شايفها كانت نزهة للمنتخب الهولندي. نعم. قبل مع الدور ال 16، لويس فان خال يعني في الشوط الأول لعب بتشكيله الأساسي، ما فكرش إن هو يعني يشارك أي من البدلاء، ولعب بشكل جدي للغاية. خلصوا المباراة تقريبا في الشوط الأول، يعني اللي شاف المباراة هيلاقي إن المنتخب القطري فعلا يعني مالوش حتى اي هجمه خطر على المرمى المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي بكل سهوله كان بيوصل لمرمى المنتخب القطري. بصراحه المنتخب القطري للاسف سجل رقم سلبي للغايه، هيذكره تاريخ المونديال. كل بطوله هنحضرها في المستقبل لازم هنقول الرقم ده، ان قطر الدوله المستضيفه الوحيده في تاريخ المونديال اللي ودعت البطوله من دور المجموعات بدون ان تحصل على اي نقطه. نعم. وهي تاني دولة مستضيفة للمونديال تودع دور المجموعات بعد جنوب أفريقيا 2010. للأسف نتائج كانت مخيبة للأمال رغم الإعداد اللي وصل لأربع سنوات، شمل المشاركة في كوبا أمريكا، شمل المشاركة في الجولد كاب الخاص بأمريكا الشمالية، شمل المشاركة كمان في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال. عدد كبير جدا مباريات ابتسام تعدى ال 60 وال 70 مباراه دوليه، ولكن الفريق في الاخر للاسف قدم مستوى سيء للغايه، وكان طبيعي جدا 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 انه يحتل المركز الاخير في المجموعه. طيب هذه المباراه ايضا زي ما كريم قال يا ايمن ان هي مباراه يعني ليس في الامكان افضل من مكان، على الرغم من ان المنتخب القطري الحقيقه كان في كلام قبل المباراه انه ممكن جدا لو كسب المنتخب الهولندي يصعد يعني. لا تاني للمجموعه كان خلاص كان خلاص يعني مفيش اي امل. هي الفكره كلها ان يعني هم كانوا بيحاولوا ان قطر يعني تعمل يعني بس كده يعملوا حاجه. هي كلنا فوجئنا بالمستوى القطري. زي ما كريم قال، هي الفكره ان اي حد متابع المنتخب القطري واستعداداته حتى في السنين الاخيره مستحيل يتوقع ان هم يظهروا بالشكل ده. يعني ممكن تخسر بس تخسرش بالشكل ده. هم ثلاث مباريات اللي لعبوها أسوأ من بعض يعني. بالظبط. ما فيش حتى ماتش السنغال لما فاقوا شويه، ده كان فاول، لان السنغال لما حطت الجونين انت عارف ساعات عادات اللعيبه الافارقه كده اللي هو ايه 2-0 يريحوا شويه. فحتى لما السنغال داس الثاني جابت الهدف الثالث. فهي قطر للامانه الموضوع بالنسبه لها يعني كان صعب وغريب ومفاجئ وحاجه غير متوقعه. يعني في حاجات نقول متوقعه، لكن ده لا، حاجه غير متوقعه. ومجموعه في المتناول يعني في المستويات نفسها مع استعدادات قطر تقول ان لا، المجموعه سهل ان قطر كانت تتعامل معاه بشكل افضل من كده. ولكن الاكوادور والسنغال الصراحه هم اللي كانوا يعني. السنغال لما خسرت من هولندا اول مباراه كابتن اسلام كلنا كنا نقول ان السنغال كانت افضل. يعني السنغال لعبت لكن اخطاء ساذجه وقتها لمندي هي اللي خلصت الماتش لهولندا. الاكوادور نفسها لما لعبت هولندا لعبت معاها ماتش كبير، الاكوادور مع قطر ماتش. حتى الاكوادور والسنغال كانت مباراه ممتعه وسجال، والمنتخب السنغالي قدر ان هو يصعد. فالمنتخب القطري للامانه زي ما كريم قال كده، هي التاريخ هيفضل يذكر ان اي ما نيجي نقارن اي دوله مستضيفه ان دايما قطر هتبقى باسوا ارقام رغم التنظيم الرائع، لكن كمنتخب ونتائج
هتفضل الارقام دي سلبيه. طيب خلينا بقى نروح لاحصائيه هذه المباراه. ما اعتقدش ان فيها احصائيات كثيره نقدر نتكلم عنها. هذه المباراه قطر وهولندا 2-0 لهولندا. الفرص زي ما حضراتكم شايفين، الاهداف المتوقعه، نسبه الاستحواذ 41% قطر، وبقيه الاحصائيات موجوده امام حضراتكم. يعني هذه المباراه ما اعتقدش ان فيها كتير ممكن نتكلم فيه. والله يا كابتن اسلام، الاكس جي اللي شايفه المنتخب القطري ده انا ما شفتوش قبل كده بصراحه. يعني ما شفتش الاكس جي اللاعب، لا اكس جي ايه ده 0.2. يعني امانه الواحد مثلا يعني بيقرا تحاليل شركات كتيره بقاله اكتر من سنتين، انا ما شفتش الرقم ده بصراحه، رقم ضعيف للغايه. لا انا قصدي انت ممكن تشوفه اللعيب، يعني اللعيب يقول لك ان اللعيب ده الاكس جي بتاعه الاهداف لكن فرقه كامله يبقى صعب. بص هولندا التمريرات 750 810 750 تقريبا، قطر 465 398 86% و93% طبعا 86% ولكنها تمريرات سلبيه يعني بالنسبه للمنتخب القطري بالنسبه للمنتخب الهولندي. طيب خلينا بقى نروح نستعرض ايضا ارقام رجل المباراه. ديفي كلاسين افضل لاعب في هذه المباراه، وزي ما قلنا المنتخب الهولندي منتخب جيد جدا ومعاه سكواد قوي جدا، وكلاسين لاعب مميز جدا وبلاي ميكر، لاعب طبعا نادي اياكس، لاعب ممتاز جدا، ودي يعني ارقامه في المباراه واحد من المواهب الكويسه اللي هنشوفها السنه دي. واعتقد كمان هل يمكن الوصول المنتخب الهولندي يمكن الوصول للمربع الذهبي؟ والله بص يا كابتن اسلام، انا بشوف دايما المنتخبات اللي هتوصل للسيمي فاينل هي المنتخبات القويه على المستوى الدفاعي. ده وجهه نظري. المستوى الدفاعي. المستوى الدفاعي طبعا. يعني مثلا تعال مثلا شوف مثلا منتخب البرازيل، منتخب البرازيل خلال 180 دقيقه في المونديال ما تشطش على مرماه شوطه واحده. ياه. بين ثلاث خشبات 180 دقيقة. ده هم خايفين من 180 دقيقة. الناس خايفة. احنا وصلنا لدرجة إيه؟ مش إنك عايز توصل لأليسون، يا أليسون ده بعيد. أليسون ده تارجت بعيد جدا مالكش دعوة بيه. المهم توصل بس عند ال يعني تعدي. توصل لمنطقة الجزاء، وبعد لما توصل بعد لما توصل لمنطقة الجزاء هنقعد بقى نفكر إزاي تهدد مرمى أليسون. منتخب البرازيل منتخب قوي للغاية، برضه المنتخب الهولندي بصراحة عنده سكواد كويس، وبنتكلم دفاع يعني فان خال بيلعب 3 4 3 ومعاه في الدفاع معاه فان دايك ومعاه طبعا ناتان اكي ودي ليخت برضه يعني هو النهارده رايح دي ليخت على الدكه، لان دي ليخت حتى بدايه البطوله اعتقد كان مصاب او مش جاهد 100%. بس الثلاثه دول لما يلعبوا مع بعض من دور ال 16 بتتكلم على خط الدفاع قوي للغايه، ودونفرز بصراحه الفول باك اليمين بتاع نادي انتر دبابه مش ممكن مش ممكن يعني فول باك وهاف ديفندر ومساك حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني لا منتخب قوي، واتفق مع حضرتك ان هو يعني منتخب الهولندي من الاسماء المرشحه ان هي تكمل في المونديال ان شاء الله. هيلعبوا امريكا فممكن المباراه تبقى يعني في المتناول، يعني هي تبقى مباراه ما نقدرش نقول صعب سهله، لان برضو منتخب الامريكي منتخب في عناصر اتكلم عنه في مباراته لكن المباراه نفسها تبقى جميله، فعندهم فرصه يعني مش هيلعبوا فرنسا، مش هيلعبوا برازيل، يعني ما خبطوش في فرقه فيها قلق يعني. طيب خلينا نروح بقى نتكلم عن مباراه السنغال والاكوادور. اعتقد يعني اذا كنا اتفرجنا على 10 ربع ساعه ثلث ساعه في مباراه هولندا وقطر، ولكن الكل هنا على الاقل في مصر اتفرج على مباراه السنغال والاكوادور. يا كريم، مباراه كانت متكافئه للغايه، وبدايه المباراه المنتخب السنغالي يعني مارس ضغط شديد جدا على المنتخب الاكوادوري. المباراه فعلا كانت كابتن اسلام بدنيا اعتقد يعني اكتر من الفنيه، مباراه كانت بدنيه شديده جدا، والاثنين على مستوى الاجساد قوية جدا يعني الدخلات الثنائيه ما تضمنش مين يكسب ومين يخسر. بس انا في وجهه نظري فعلا كان واضح ان كل منتخب بيلعب على غلطه للتاني، كل واحد مستني غلطه للتاني. الشوط الاول شوط يعني بعد البدايه القويه بشوف ان الشوط الاول للسنغال افضل شوط عمله المنتخب السنغالي في الفتره جد الثلاث ماتشات دول جد عمل شوط اول ممتاز، حتى من المنتخب ما كان بيلعب ثلاث فرص كان ممكن يخلصوهم الثلاثه في الشوط الاول الموضوع خلص. لا وكمان هم خضوا المنتخب الاكوادوري اللي كان معودني في الماتشات اللي فاتت كان بيخش المباراه بشكل قوي، المباراه دي دخل عارف يا كابتن برضه كان المنتخب الاكوادوري داخل فرصتين بس داخل فرصتين بيخش فرصتين بيقعد يحسب، فاهم قصدي؟ اهاجم لا ما هاجمش أأمن ده كمان ده يا جماعه بيقولوا لنا هولندا متقدمه فكده خلاص شكرا الصداره لهولندا يبقى احنا لو تعادلنا هناخد تاني. فطبعا غلطه الشوط الاول في ركله الجزاء اللي اسماعيل صحيح 100% بس جت يعني توفيق كبير قوي المنتخب السنغالي انه يخش اوضه اللبس وهو متقدم
1-0 وحطها نموذج بالظبط. اه جدا. الطبيعي بقى اللي عملته الاكوادور الشوط الثاني، الاكوادور ادتنا الشكل بتاعها في بدايه الشوط الثاني زي ماتش هولندا. نزلوا في ماتش هولندا اول ثلث ساعه في الشوط الثاني زنقوا المنتخب الهولندي زنقه قويه جدا، والنهارده برضه عملوا نفس الامر على السنغال ووصل للتعادل. بس التوفيق برضه كاريدو كوليبالي في وجهه نظري الهدف الثاني للسنغال، يعني الكره دي لو اتعدت 20 مره شتخش. عمرها ما تخبط في المدافع بتاع الاكوادور وتوصل له متقشره عشان هو يحطها في الجون. يعني الوضع طبعا التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا لما تقول لمنتخب السنغال بقى العب زون ديفنس، شكرا شكرا خلاص الموضوع يبقى صعب خلاص. منتخب السنغال منتخب قوي وبيعرف ازاي يتخلص من الكرات العرضيه، بيعرف يقفل لك العمق، وبالتالي قدروا ان هم يحافظوا على النتيجه وطبعا تاهل مستحق. واحيي بصراحه اليسو سيا كابتن اسلام ليه لمدير فني قدر يتعامل مع غياب نجمه الاول بكل هدوء. الراجل استقبل غياب ساديو ماني بكل هدوء قبل البطوله بحوالي 4 ايام. هو كان مبسوط والله العظيم، تحس كده يلا ماشي هنلعب في هدوء. تحس ان والله تحس ان هو ما يعني الناس مش هتركز معاهم قوي لان الاعلام مش هيركز حاجه ما تفهمش. يعني انا حسيته ان هو بيقود الفرقه بشكل افضل كتير جدا جدا من وجود السنغال تكتيكيا في الثلاث مباريات. وبين كام صح النتيجه فعلا منطقيه، هو خسر مباراه منطقيه من هولندا محدش هيطلع على الرغم ان هو لم يكن المفروض ما كانش يخسرها يعني، وخد 6 نقاط من المنافسين التانيين اللي معاه. فمبروك للمنتخب السنغالي وربنا معاه بقى في ماتش انجلترا. لا اليسو سي لو استكمل كلام كريم، هو حتى معاهم يا كريم من 2015. أيوة. هو قال يوسي سي يعني ده تاني اول لاعب افريقي كلاعب ومدرب بيصعد مع منتخب السنغال او بيصعد مع منتخب افريقي للادوار الاقصائيه في كاس عالم. في 2002 هو كان كابتن السنغال. أيوة. وصعدوا وقتها المباراه دور الثمانيه كمان وخرجوا بالهدف الذهبي. هم طلعوا تاني مع الدنمارك، لعبوا دور ال 16 مع السويد كسبوا 2-1 السويد، وفي دور الثمانيه خسروا من تركيا بالهدف الذهبي 2-1. ودلوقتي هو بيقودهم لدور ال 16 كدور اقصائي كهو مدير فني. المنتخب ده كابتن اسلام لو شفناه في 2018 هو تقريبا يعني نفس العناصر، ما تاهلوش لدور ال 16 بسبب انذار بينهم وبين اليابان في التاهل اللي هي قاعده اللعب النظيف. في 2019 في كاس الامم لما يبقى وصيف 2021 بياخد البطوله. يعني هو على ما يعني بنتكلم من 2015 لحد 2021 المنتخب معاه في وضع مستقر. النهارده مره وصيف فالمره بعدها بيكسب، مره ما قدرش ان هو يتاهل عشان خاطر انذار، حتى مش فرق نقاط، انذار واحد فرق معاه، المره دي هو بيتاهل. فهو في حاله حلوه في السنغال، مشروع جميل في السنغال. نتمنى هم يعني يلعبوا ماتش انجلترا ده بقى للتاريخ. حقيقة. يعني هم يعني وارد يبقى زي ماتش فرنسا، والناس كلها لحد دلوقتي الناس بتفتكر ماتش فرنسا والسنغال والراحل ديوب الهدف اللي جابه وازاي صعدوا النهارده احتفلوا بوجوده برقم 19 وحاج ديوب وهو في الملعب بيحتفل. لا فهي حاله، فهي حاله جميله. فنتمنى رغم ان هي للاسف الحاله دي كانت على حسابنا احنا، بس هم كفريق افريقي احنا نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. هل بنعتبر يا كريم ان اليو سي سي واحنا بنتابع الاحصائيات، الشباب حطوا لنا الاحصائيات برضو، هل نعتبر ان اليو سي سي افضل مدير فني افريقي دلوقتي في الوقت الحالي؟ طبعا. طبعا يعني بصراحه يعني وبرضه بصراحه يجي يعني برضه لازم اشيب بصراحه بوليد الرجراجي. الرجراجي مع المغرب عامل بطوله ممتازه، بس بناء يعني لو شفنا اللي قاله ايمن احنا بنتكلم هنا في فتره زمنيه، في هيستوري، في تاريخ، مش ما اتعملش في شهر او شهرين او سنه حتى. بنتكلم على مدير فني من 2015 13 كمان. طيب يعني بكام؟ 9 سنين، فتره طويله. وبنى بنى 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 قاعده قويه لمنتخب السنغالي. منتخب النهارده بقى يعني منتخب مصنف عالميا وكمان متدرج المستوى. حقيقي. ده يعرفك ان كل النتائج الايجابيه اللي بيحققها نتيجه شغل. مش نتيجه يعني ايه كده ضربه حظ. بس انا عايز اسالك سؤال يا كريم برضو وايمن واحنا بنتكلم، انا وانا ببص على احصائيات المباراه السنغال عامله 318 تمريره فقط. نعم. والاكوادور عامله 468 تمريره فقط. ايوه بس بعد الجون الثاني، اللي بعد الجون الثاني السنغال سابت الاستحواذ. دي احصائيه عامه للمباراه التمريرات. أيوة. صحيحه والنسبه وكل حاجه. نعم. لكن انا بتكلم على توتال التمريرات هنا 318 وهنا 468. الاكوادور احنا بنشوف لا مش لو قصده الاجمالي بتاعهم الاثنين مش كبير. الاثنين ما يجيش مثلا زي هولندا. فاهم.
لان المنافسه متقارب، المستوى متقارب ما بينهم الاثنين. اسبانيا عامله اكتر من 1000 تمرير، 1000 وشويه. فانا بعيد قوي برضو السنغال 318، هل ده بيودينا ان هم بيعتمدوا على الكرات الطويله طويل مثلا؟ طبعا، والبدني ده بيرمي طويل وده بيرمي طبعا طويل. طبعا طبعا. وحتى دي هنتكلم عليها برضو على المنتخب الاسباني. في وجهه نظري المنتخب الاسباني والمنتخب الالماني قدموا لي احلى مباراه تكتيكيه في المونديال بصراحه. الرقم حضرتك بتقوله ده رقم منطقي، بيؤكد ان الفرقتين كانوا بيحاولوا يعني قلقانين من بعض جدا، بيحاولوا يوصلوا للمرمى باقل عدد من التمريرات، بيحاولوا يخلقوا فرص باقل عدد من المجهود، تدخلات بدنيه كتيره جدا، الكوره ممكن تبقى خارج الملعب كتيره جدا، كان في حاجات كتيره يعني في المباراه النهارده. وفعلا بصراحه الاثنين مستواهم قريب جدا من بعض، يعني ما اقدرش اقول ان السنغال اكتسحت الاكوادور او الاكوادور كان منافس ضعيف للسنغال، لا كانت حاجه كويسه. لكن الصور اللي معانا دي بقول لحضرتك من مباراه اسبانيا والمانيا، واحده من اسبانيا والمانيا اوكي، واحده من احلى، بس الحته دي مهمه جدا ما حسيتش ان حد اتكلم عليها، واحده من احلى المباريات التكتيكيه اللي انا شفتها السنه دي، وبعيد عن المونديال والله. ليه بقى؟ المنتخب الالماني وفليك نازلين عارفين المنتخب الاسباني، وده بياكد كام حضرتك في حته التمريرات، المنتخب الاسباني بيعمل بيلدنج اب تيكي تاكا من عند الحارس، نزل وقف لهم في نص. ما بص يا كابتن اسلام، خط دفاع المنتخب الالماني واقف فين من بدايه المباراه؟ واقف لهم عند خط نص الملعب. اللي هو عايزك تعمل بيعمل ليه التاك ده؟ ده الهاي، عشان تعمل الطويل الهاي هاي لاين دفاع. ايوه الثاني قال له انت بتعمل هاي 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 يعني اللي هو بالظبط زي حاجه بالظبط شرحت، هو عمل التكتيك ده عشان يجبره يلعب له الكرات الطويله. المنتخب الاسباني ولا الهوا، مش هلعب، مش هلعب، مش هلعب برضه، هلعب برضه قطع الارض، زهقني هزهقك بالظبط، هلعب برضه قطع الارض. طيب بمرور الوقت احنا عايزين نفهم هو انريكي عايز يعمل ايه؟ عايز يخترق المانيا ازاي؟ كانت تريك بصراحه اكثر من رائع، تريك جميل جدا. كان بيعمل ايه ببساطه؟ بيقعدوا يرجعوا الكوره لاونياي ورا الحارس، حارس مرمى المنتخب الاسباني، ويجروا المنتخب الالماني ان هو اللي يجي يضغط عليهم ويضغط بشكل كبير جدا، ويروح مودي الكوره في نص ملعبه هو في جنب، ويبدا يحس المنتخب الالماني ان هو هيهاجم من الجبهه دي، ويبدا مركز على زي حاجه شايفين. وهوب اول ما يعدي نص ملعب المنتخب الالماني الناحيه الثانيه، يلاقي ان المنتخب من نفسه يلاقي ان هو اتضرب في الجبهه المعاكسه. الكوره دي الهجمه دي او التكتيك ده اتعمل في الشوط الاول مع المنتخب الالماني اكتر من 4 5 مرات، والنقطه دي يا جماعه ما بتتعملش فعلا بقى يا كابتن اسلام في زي مثلا منتخب السنغال ومنتخب الاكوادور في 10 تمريرات ولا 15 تمريره. الهجمه دي الهجمه الواحده لا يقل من 40 ل 50 تمريره، وعشان كده بنيجي في يعني في فول ستاتس اخر المباراه بنلاقي ان المنتخب الاسباني متوسط تمريراته ممكن يعدي ال 700 و 800، وقدام منتخب زي كوستاريكا يكسر ال 1000 تمرير. طيب برضو كريم، كاليدو كوليبالي هو رجل هذه المباراه الحقيقه يستحق. يعني كمان هو صاحب اللقطه زي ما كريم قال كده، هو اللي تواجد في المكان وهو يستحق. هو لعيب رزق، هي كوره رزق يعني، زي كل حاجه رزق، زي قصه برونو وفرنانديز وكريستيانو، زي يعني هي الكوره كده، فجاه ممكن تلاقي اللعيب دي ارقامه. فهي ارقامه في المباراه كمدافع النهارده ان هو اللي بيجيب الهدف اللي بيصعد بيه منتخب بلاده، دي حاجه. بس طبعا اللعبه دي طبعا في اجمالي المونديال، مش في دقائق اللعبه، مش في الماتش، مش في الماتش. لا ما ممكن تبقى في الماتش يا كريم، خلاص بقى كلينا كلينا قال انت الماتش بتاعك هيعدي ال 100 دقيقه. ايوه 104 اي لا ما خلاص كلينا قال الماتش ممكن يعدي. احنا كنا متعودين على ده في مصر بس، لكن دلوقتي اصبح في العالم كله انتشر. بس على فكره كان في كام ماتش كده في الجوله اللي فاتت عدوا 6 دقايق بس. لا لا ده كان 3 4 دقايق، في ماتش مش فاكر اليابان، كان في ماتش كان في دقيقه كنت عايز اقول ما بيلعبوش اوتات دول. غريب. لا انا في هل في حاجه فاتتني مثلا؟ لا فلا هو يستحق طبعا، وهي زي ما انت قلت هي رجل المباراه تحديدا، هي بتبقى من لقطه نادرا قوي لما بتلاقي رجل او على اجمالي المباراه، هي لازم بتطلع هو نجم كده فجاه ياخدها، زي اول ماتش كريستيانو خدها. ممكن اول ماتش حتى كريستيانو ما جريش يعني ما عرقش قوي في الماتش، لكن خد رجل المباراه. فهي زي ما قلنا كده بتبقى ارزاق يعني. عموما الف الف مبروك للمنتخب السنغالي صعوده لدور ال 16، ان شاء الله يعمل مباراه تاريخيه زي ما كريم قال، نسيبوا نفسهم بس لانجلترا، وان شاء الله تبقى مباراه قوي جدا. انجلترا يوم 9 بالليل كمان ساعتها. عموما
خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن الاربع مباريات بتوع الساعه 9 بالليل، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. المفروض حد فيكم كان يتفرج على مباراه ايران وامريكا والتاني يتفرج على مباراه انجلترا وويلز. ابص باعك في ثانيه. ما انا جاي من انا جاي من اخر الدنيا. انا سمعتها في الراديو. انا سمعت عنها. بس جيت شفت هنا اخر كام دقيقه كان ايران في اخر دقيقتين ثلاثه كان كريم بيستعد بقى للحلقه. الناس كلها اتفرجت على ايران وامريكا، محدش اتفرج على انجلترا وويلز يعني؟ لا كان شبه محسوم الماتش بس انجلترا وويلز. طيب نبدا نبدا بايران وامريكا برضو عشان نبتدي نشوف التشكيلات ونشوف كل هذه الامور. هذه المباراه كيف رايتم هذه المباراه؟ المباراه بصراحه بوليسيتش الشوط الاول عمل كل حاجه في الكوره. كل ما لعيب ممتاز جدا جدا ما تشوفوش هو اتصاب، بس هو في الجون يعني دخل في حارس مرمى المنتخب الايراني وفضل بره بيتعالج لمده 5 دقائق وداس على نفسه ونزل. مشكل المنتخب الامريكي. ده المنتخب الامريكي طبعا. عايز اشيد برده بداست وروبنسون. الشوط الاول روبنسون خد الجبهه الشمال اللي هي اليمنى بتاعت ايران. شارع شارع والله العظيم. راجل واخد الكوره طالع جاي بيها بيرقص اي حد قدامه، بيعمل الكروس من اي حته. بصراحه الشوط الاول امريكا عملت كل حاجه في الكوره يا كابتن. صحيح صحيح. وبصراحه طبعا كيروش، احنا عارفين كيروشو يعني من فترته معانا، اول ما يشوف المنظر كده مش ولا بد اقف يا ابني ورا وما تتقدمش ونلعب على الهجمات المرتده. طبعا كان بيلعب على طبعا ازمون طبعا المهاجم المنتخب الايراني نجم تشكيل منتخب نجم الإيراني. نجم الفريق قوي بصراحه ازمون طبعا، لاعب ليفركوزن الالماني، لاعب ممتاز ولاعب كويس، بس طبعا ايد واحده ما تسقفش. منتخب مهدي ترمي، ما هو ترمي برده واحد كويس بس مش زي ازمون. ما بشوفش زي ازمون يعني، بس الشوط الاول بصراحه صعب جدا بقى يعني مهما كنت صحيح. تملك صحيح. نجم قدام فريق متكامل، قدام فريق بيلعب وكان الصغير جاب جون يا خبر ابيض على الفينش، بس حظه السيء ان هو كان تسلل بجزء من ركبته. انا والله زعلت على الهدف ده، حط فينش مش ممكن بوش رجله. موضوع تكنولوجيا الاوفسايد ده صعب بصراحه يعني جدا. التكنولوجيا في اي حاجه لكن في الاوفسايد لا، هي المشكله ان قانون الاوفسايد نفسه رخم يعني الصراحه. اوفر قوي موضوع الركبه والكتف والراس والشورت حاجه يعني فرت الشعر. ورونالدو اصل شعره ما لمسش الكوره، واصل احنا بتوع اديداس قال لك احنا اصل احنا عندنا جهاز استشعار ب 5 ميجا هرتز موجود. بس عمله بصراحه يعني رونالدو عمله بصراحه عيب بصراحه يعني، هو يحول الموضوع زميله برضه يا اخي. بص زميله بص اللي من جوه صدره هو اسود اسود من جوه اسود. بص يعني ينفع احنا نقول ان ميسي بيلبس اديداس فعشان كده ميسي ياما. ميسي مره كان معاه بينالتي وبص الكوره لسواريز يعني الراجل من امبارح يا كابتن اسلام يعني. البرتغال يا جماعه تاهيل الدور 16 نحتفل بالبرتغال. طب ما هو احتفل وكان حاضنه في الاخر. كان حاضر في حاضر. مالناش دعوه بيه يا عم. لا احنا منه ده عشان ده احنا ما بيحبش ريال مدريد ما اعرفش ليه، من كتر ما جاب فيهم اجوان. ما يعني الموضوع صعب. طيب نتكلم عن احصائيات المباراه ما بين ايران واهو تاني سمير جابها لنا اهو. لا بس مش دي ده جون. احصائيات المباراه ما بين ايران وامريكا زي ما حضراتكم شايفين يعني الحقيقه امريكا كانت مستحوذه على الشوط الاول كاملا بدون اي يعني. ايران كانت بتحاول في الشويه اللي انا شفتهم للامانه هم يعني بيحاولوا في الشوط الثاني هم بيحاولوا برضه زي ما كريم قال كده كور طويله حتى لاخر 5 دقايق كانوا بيلعبوا على بينالتي حتى أوكي. في كوره في الاخر اعترضوا فيها شويه في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع يعني هو حسب 9 دقايق هم في الدقيقه الثامنه او السبعه من الوقت بدل الضايع كان في اعتراضات كبيره جدا عشان هي كوره اتلعبت برده طوليه اللعيب المهاجم بتاعهم عمال على طريقه فلافيو كده سندها في ال 18 لمجرد بس حط كده ايده كده على كتفه وقع والكره عدت من حارس امريكا لكن المدافع طلعها والحكم ما حسبهاش لان فعلا ما فيهاش ضربه جزاء وبعديها لعبوا كره طويله ثانيه يا كابتن اسلام وبرده راح المهاجم بتاع ايران واقع على اسناب فهم كان فهو الموضوع للامانه حتى امريكا احسن ولا محاوله على المرمى يعني لا امريكا عامله ما عندوش ولا محاوله على المرمى في المقابل بتاعهم برده ما كانش قوي 0.3 بس انا يا كابتن اسلام التمريرات بص عشان هي المباراه اصلا هتلاقي التمريرات 501 ماشي يعني على فكره ده الطبيعي 500 وال 500 وال 600 ده الطبيعي او ال 400 يعني 500 و 600 ده الطبيعي لكن 300 بتبقى قليله لان بيبقى بتبقى قليله لان الموضوع بيبقى صعب المحاولات على المرمى حتى بص يا كابتن اسلام امريكا 11 منها 5 محاولات صحيحه ايران
صفر من ثلاثة، ففي فرق كبير. وامريكا للامانه برضو عاملين منتخب كويس، وبوليزيتش حتى البطوله كلها يعني كريم اتكلم على المباراه دي، ما هي 26 هتتلعب هناك بالظبط، فهم بيعدوا جيل كويس، واغلب اللعيبه دي هي اساسيه في انديه حقيقي مميزه، فلا هم الصراحه يستحقوا التاهل. هم وانجلترا، ويلز ما عملتش ما يستحق، وايران هي طيب مباراه. طيب نروح لمباراه انجلترا وويلز، هذه المباراه برضو اللي ما حدش شافها تقريبا، لكن لانها كانت منتهيه. هو سايد جيم، يكفي ان راشفورد وفودن جايبين جونين في خضم 3 دقايق، يعني راشفورد بيحتفل، ويلز سنتره، انجلترا تاخد الكوره هوب فودن حط الجول الثاني فودن. لا وراشفورد وفودن هم اصلا مش اساس، يعني هو حتى واضح ان المدرب راشفورد بدا المباراه دي. لا انا اقصد ان هم مش اساسيين في البطوله مع ساوثجيت، هم ابتدوا البطوله، فهو واضح ان هو برده ايه لا في فودن وهاري كين ومع قايمه بصراحه، قايمه قويه جدا. هو كان بس ناقص يتغير ساوثجيت ده، يعني بشوف ان هو ما اعرفش، ما بحبوش كفنيا، يعني هو من اقل بس هو برده والله عامل نتائج كويسه، يعني هو اللي وصل 6-3 لنهائي اليورو، برده فاينل يورو كويس، ورابع كاس عالم 2018 كويس، والسنه دي اعتقد وطريقه، يعني طبعا طريق المنتخب الانجليزي هيضرب في فرنسا دور الثمانيه، وارد تبقى فرنسا والارجنتين، والارجنتين طلعت ثاني طبعا. فانا في وجهه نظري، المنتخب الانجليزي هيبقى مفاجاه البطوله. انا من الاول قايل ان المنتخب الانجليزي قد يصعد للمباراه النهائيه بسبب ان هو فاكر لا بجد والله، والله انا متوقع ان انجلترا تاخد البطوله، المنتخب الانجليزي هيعمل شغل جامد جدا. طيب نروح لاحصائيات هذه المباراه، مباراه منتخب انجلترا ومنتخب ويلز. طبعا 3 اهداف، 9 فرص للمنتخب الانجليزي احرزوا منهم 3، ويلز ليها فرص ومش على المرمى كمان، وهتلاقي جاريث بيل شاطها من على ناحيه الجولف بالجولف كده بالجولف بتاعها 64% نسبه استحواذ، فرق كبير يعني. هي ويلز ما بص ويلز عامله ايه، 351 تمرير انت متخيل؟ لا لان هم ما فيش، يعني هم فعلا يعني 700 الناحيه الثانيه 632 يعني. منتخب خسر من ايران، منتخب تعادل مع امريكا حتى بالعافيه، منتخب في الاخر يعني، هو منتخب كاس العالم ده من 58، ده اول مره تقريبا من 58، فبعيد هم بعيد الصراحه يعني، لا حتى ما عندهمش، ما تحسش ان هم عندهم مشروع حتى الان. الاول والثاني في كل مجموعه اعتقد ان هو شيء منطقي جدا حتى الان يعني. بالظبط. طيب عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن اهم مباريات غدا، في بكره ان شاء الله 4 مباريات اللي هيحصل فيهم، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. استراليا والدنمارك وتونس وفرنسا، المباراتين دول هيبقوا في تمام الساعة 5. استراليا والدنمارك، توقعاتك لهذه المباراة؟ مباراة ربما شكل الجدول، المنتخب الاسترالي الوصيف حاليا ب3 نقاط، والمنتخب الدنماركي عنده نقطة واحدة بس، اشوف ان الدنمارك عن نفس فكرة امريكا وايران انها تلعب على فرصة واحدة، وكمان هم فنيا وتكتيكيا افضل، هيكسبوا ويطلعوا وصيف. تونس وفرنسا من الاقرب؟ لا يا طبعا الاقرب فرنسا، صعب يا رب. شايف بقولها بحزن، انت المفروض ترد هتقول لي السؤال ده بحزن. لا يعني ما هي مفاجأة، احنا مستنيين مفاجأة زي طبعا، يعني زي اي مفاجأة في المونديال، لان طول لعبوا بس على اللولو وهنشوف الدنيا ممكن ماشيه ازاي، تمشي لان فرنسا خلاص، يا فرنسا بالنسبه لها موضوع فيه صداره يعني، يا اما يكسبوا، لكن هم كده كده صعدوا، لكن تونس هي اللي هتلعب على الفرصه الواحده، فوارد يعني تحاول، يمكن فرنسا تريح شويه تكسب يعني، مش عارف الموضوع صعب. لازم يعني تكسب، تونس لازم تكسب وتستنى الدنمارك. ما احنا بنقول كانت السعوديه لازم تكسب، الارجنتين وكسبت الارجنتين، حد كان يتوقع هذا هذه المباراه؟ حد كان يتوقع هذه النتيجه خالص؟ بس فرنسا 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 والارجنتين، على اساس ان الارجنتين مش ارجنتين، فرنسا ايوه الارجنتين. وعلى فكره حتى تونس لو كسبت هي مش شرط تصعد كمان، هي مستنيه، لازم تستنى ان استراليا تخسر، ان استراليا لو كسبت خلاص 6 نقط، فلو تعادلوا يبقوا 4 ونخش في حزمه النتائج المباشره. المفاجآت بكره في هذه المجموعه، طبعا العالم العربي كله هيتفرج على مباراه تونس وفرنسا، ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب التونسي في هذه المباراه. مباريات الساعه 9 كريم، السعوديه والمكسيك وبولندا والارجنتين. نبدا بالسعوديه والمكسيك، ماتشين ضرب نار بصراحه، يعني السعوديه طبعا ان شاء بجد قديم مستوى، هيرفي رينار عامل مستوى رائع مع المنتخب، اتمنى بصراحه ان رحلتهم مع المونديال ما تنتهيش في دور المجموعات، رغم ان فعلا هيلعبوا منتخب مكسيكي، منتخب قوي، منتخب يعني تكتيكيا قوي جدا، ولازم يلاقوا حل لوزانو، لوزانو لازم تلاقي له حل بصراحه يعني، بس ان شاء الله باذن الله نحتفل بصعود المنتخب السعودي بكره. بولندا والارجنتين برضه مباراه، لان بنتكلم بولندا هي محتاجه نقطه عشان خاطر تصعد، فالموضوع بالنسبه لها
هتحاول ان هي تقف قدام الارجنتين زي شفناهم هم قدام السعوديه تقريبا كانوا صامدين وخطفوا خطفوا الجونين بشكل او باخر. ف لكن اعتقد الارجنتين الحاله دلوقتي حتى مع شفنا يعني بعد ما كسبوا المكسيك في فرحه يعني في اللي هو ايه الدنيا معنويا فتح اللي هو يحسوا ان موضوع ماتش السعوديه كان صحيح السعوديين عاملين حاله في على المنتخب لدرجه المنتخب الجمهور منتخب الارجنتين بيغني لسالم يعني بيغني على سالم الدوسري لما ان هم خسروا من بولندا انت متخيل الحلقه شفناش ده كتير يعني بالظبط يعني منتخبات الارجنتين وبولندا النهارده واخدين منتخب السعوديه موضوع شخصي بالنسبه لنا ازاي منتخب عربي واسيوي بيبقى ند معانا لا فان شاء الله السعوديه تكسب المكسيك 6 نقط الارجنتين تكسب حتى لو يعني وارد نشوف السعوديه اول فريق اهداف لو 6 نقط وست نقط فرنسا مين اللي هيطلع معاها؟ استراليا ولا تونس؟ انا بقول فرنسا والدنمارك فرنسا والدنمارك انا بقول فرنسا والدنمارك برضه مين اللي هيطلع مع المجموعه دي صعبه صعبه جدا يا كابتن مين الاثنين؟ بص الورقه دي يا كابتن دي الفيفا كانت عامله الاحتمالات بتاعت التاهل لكل دي المجموعه اللي بتاعت بص الورقه عامله ازاي كل منتخب ليه سطرين احتمالات ان هو يتأهل فالموضوع يعني مجموعه فعلا معقده انا اقول تمني الشخصي ليا بولندا صداره والسعوديه مركز ثاني يا نهار ابيض قلب على ميسي قلب على ميسي ملوش صح بعت ميسي بكام يا عشر مالكش صاحب انت انا قلت التمني لا انا طبعا ميسي على الرغم ان انا راجل مدريدي جدا لكن هو ميسي اصلا دلوقتي مش بعد الاهلي انا بشجع ريال مدريد صراحه ميسي فاريسي فاريسي ميسي فاريسي بس هو يعني ماشي يا عم انا رايك قال لك خلاص بقى فاريسي عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للمنتخب السعودي والمنتخب التونسي في مباراته غدا انا بشكرك جدا يا كريم انا بشكرك جدا على وجودكم معانا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير